متواصلون دائما معكم عبر قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر. لما نتحدث عن انتشار فيروس كورونا على المستوى الوطني، نتحدث كذلك على المستوى العالمي وتجارب العديد من الدول التي استطاعت أن تحتوي وأن تقضي على هذا الفيروس. لعل الصين اليوم تعتبر من أبرز النماذج التي استطاعت أن تقضي على انتشار فيروس كورونا بالجزائر. سنتحدث عن التجربة الصينية وتجربة مدينة ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا، كيف استطاعت أن تتجاوز هذه المرحلة. كذلك عن التعاون الجزائري الصيني لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك عن الاقتصاد وما بعد جائحة كورونا، ما المنتظر. كل هذه النقاط وأخرى سنناقشها مع الصحفية تشين تشي التي تلتحق بنا على المباشر من بكين. مساء الخير. مساء الخير أستاذة ماجدة، أهلا بك وشكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا على الاستضافة. شكرا لك. بداية تشين تشي، نتحدث عن العلاقات الجزائرية الصينية. نجد بأن الصين لحد الساعة لا تزال تقدم العديد من المساعدات إلى الجزائر من أجل مواجهة جائحة كورونا. هل يعكس هذا التعاون مدى العلاقة المتوازية التي تجمع ما بين البلدين؟ نعم طبعا. أولا أريد أن أشير إلى أن المساعدة ليست من الجانب الصيني فقط، بل هي مساعدة متبادلة. منذ تفشي الوباء في مدينة ووهان بمقاطعة هوباي، كانت المستشفيات الصينية تعاني من ضغوط شديد، وكانت الجزائر من أول دول العالم التي قدمت المعدات الطبية اللازمة إلى الصين، فأرسلت الجزائر حجما ضخما من النظارات الطبية والكمامات والملابس الوقائية إلى آخره إلى الصين. فلن ننسى ذلك. إن قلنا إن الصين تمكنت من التغلب على أزمة الوباء، فإن الجزائر مع دول أخرى أو دول الصديقة الأخرى التي ساعدت الصين هي لعبت دورها الإيجابي في هذه العملية. وطبعا بعد تحسن الوضع في الصين، أصبحت الصين قادرة على مساعدة دول أخرى، ولم تتردد أيضا في تقديم المساعدات للجزائر. وهذه المساعدات مثلا تقديم المعدات الطبية، وأيضا إقامة الاتصالات المرئية لتبادل خبرات العلاج والوقاية مع الخبراء في الجزائر أيضا. طبعا أعتقد أن هذا تعاون يعكس عمق الصداقة بين البلدين والشعبين. كما نعرف أن الصين كانت أول دولة غير عربية التي اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة في عام 1958. وفي ديسمبر ذلك العام تأسست العلاقات الثنائية بين البلدين، ومنذ ذلك الحين تتطور العلاقات الثنائية باستمرار في كافة المجالات. الآن قد أصبحت شراكة استراتيجية شاملة. فهذا على الصعيد السياسي. وعلى الصعيد الإنساني، كلما تواجه دولة منهما الصعوبات أو الكوارث الطبيعية، تقدم الدولة الأخرى لها المساعدات بدون تردد. طيب تشينتشي، بالحديث حالياً. بالحديث عن الديناميكية في العلاقات ما بين كلتا البلدين، تحدثنا عن الجزائر وكذلك الصين، هي عمق تاريخي يستمد لعديد أو يمتد لعديد من السنوات، ليست وليدة اليوم. طيب كيف بإمكان ذلك أن يؤسس لتقارب جزائري صيني جديد ما بعد جائحة كورونا؟ نعم أثق بذلك، لأنني أعتقد أن الوباء رغم أنه كارثة خطيرة عالمية وفقد العالم بسببه عددا ضخما من الأرواح، لكن في الوقت نفسه إن الوباء أيضا فرصة للتعبير عن الصداقة والعناية، وفرصة أيضا لمعرفة الصداقة الحقيقية. لذلك أعتقد أن مثلا في الأيام الأصعب، عندما لم نستطع أن نجد كمامة في صيدلية، إذا أرسل لنا صديق علبة من الكمامات، فبالتأكيد أن هذا الصديق سيصبح مميزا في قلوبنا.
وهذا نوع من التصرفات الودية، يعني تعبر عن عمق الصداقة بشكل أجمل بكثير من الكلام الجميل أو الحفلة أو معدومة. وأعتقد أن الحالة عند العلاقات الدولية مثل الحالة عند العلاقة بين الأشخاص، فكلما نساعد بعضنا البعض عند الشدائد يعني تصبح الصداقة أعمق وأقوى. لذلك أثق بأن بعد هذا الوباء يعني التعاون أثناء الوباء سيزيد من التقارب الصيني الجزائري. طيب تنتي، أتوجه إلى نقطة أخرى ضمن هذه المقابلة. نتحدث عن التجارب التي لا تزال لحد الساعة تعتمد من قبل العديد من الدول من أجل القضاء على انتشار فيروس كورونا. نتحدث عن بعض التقارير التي أوردت بأن الصين بدأت التجربة السريرية على لقاح ثالث محتمل ضد فيروس كورونا في الصين. إلى أين وصلت هذه التجارب وما مدى نجاعتها في القضاء على الفيروس؟ نعم، بصراحة لست متخصصة بالطب، لذلك لا أستطيع أن أقيم تطورات الدراسات المتعلقة باللقاح، لكن على ما أعرف أن هناك لقاح يعمل عليه فريق صيني برئاسة أكاديمية صينية اسمها تشنوي، وهذا اللقاح قد دخل المرحلة الثانية للتجربة السريرية، وهذا يعني أنه قد نجح في المرحلة الأولى، ما يعني أنه آمن لجسم الإنسان. لكن على ما أعرف أنه عادة ما يحتاج لقاح إلى سنتين أو ثلاثة قبل استخدامه رسميا، وفي هذا الوضع الخاص أعتقد أن عملية الاختبارات ستكون أسرع من العادة. لكن مع ذلك لا أعتقد أن اللقاح سيكون جاهزا قريبا، لذلك أدعو الجميع الاعتماد على طرق أخرى للوقاية، أي مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامات وعدم الاجتماع وعدم القيام بالسفر غير اللازم في هذه المرحلة. طيب تشينتشي، كذلك بالحديث عن التجربة الصينية في القضاء على انتشار فيروس كورونا، ماذا بعد جائحة كورونا؟ ما هي الخطط التي تم اعتمادها تفاديا لعودة انتشار الفيروس مجددا؟ نعم، فعلا هناك قلق. أعتقد هناك ثلاثة أنواع من التوقعات لتطور الوباء. بعض الناس يقلقون أن دخول المصابين من خارج الصين إلى الصين سيؤدي إلى عودة الوباء في الصين، لكن من هذه الناحية يعتقد الخبراء الصينيون أنه لا داعي للقلق، لأن السيطرة على دخول الفيروس من الخارج سيكون أسهل بكثير من السيطرة على الفيروس في ووهان قبل أشهر. وأيضا تتخذ الصين إجراءات عديدة للفحص الصحي مثلا عند الجمرك، وتطلب من الناس الوافدين من الخارج البقاء في الانعزال لمدة 14 يوم. بفضل مثل هذه الإجراءات يعتقد الخبراء أن دخول المصابين إلى الصين لن يؤدي إلى عودة الوباء في الصين. ونوع آخر من القلق هو أن عودة الوباء مع اقتراب الشتاء، هذا لأن بعض الفيروسات الأخرى مثل فيروس إنفلونزا الطيور تعود مع انخفاض درجة الحرارة. لكن في هذا الصدد أعتقد أنه لا داعي للقلق أيضا، لأن الصين لن ترفع الإجراءات الحالية دفعة، بل ستخفف الإجراءات الوقائية تدريجيا. وهذه المرة أصبحت الصين مستعدة. إن تمكنت الصين من التغلب على وباء طارئ مفاجئ جدا، أثق بأنها سوف تسيطر على وباء يعني مرة أخرى. وأيضا هناك توقع ثالث، يعني سوف يعيش الفيروس مع الإنسان، يعني يعيش الفيروس مع الإنسان مضيف له. وهذا أعتقد خبر سار في الحقيقة، لأن خطورة الفيروس ستنخفض. طيب من وجهة نظركم تشينتشي، ما هي نقاط الضعف التي أظهرها كوفيد-19 خاصة في الأنظمة الصحية العالمية؟
نعم، أعتقد أن معظم الدول العالم التي تواجه هذا الوباء الآن على الطريق الصحيح وتتخذ إجراءات لازمة، وأيضا أعتقد أن منظمة الصحة العالمية أيضا تعمل بشكل سليم في مكافحة الوباء. لكن فعلا لاحظت نقطة ضعيفة في نظام الصحة العالمي، وهي أن معظم الدول لم تدرك سرعة انتشار الوباء. في البداية عندما ظهر الوباء في الصين كان العالم كله ينظر إلى الصين فقط، ربما بعض الدول المجاورة للصين أصبحت حذرة، لكن معظم دول العالم لم تدرك خطورة الأمر. أوقفت بعض الدول رحلات الجوية من الصين، لكن لم توقف رحلات من الدول الأخرى. وهذا ضعف في الوعي هو الذي أدى إلى الخسائر الضخمة في الأرواح في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وأيضا هو الذي يؤدي إلى تفشي الوباء في بعض الدول أنامية والأقل تطورا التي لا تقدر على مواجهة هذا الوباء. أعتقد يجب علينا أن نأخذ درسا من هذا الوباء وندرك أن العالم لم يعد العالم قبل 20 سنة أو 10 سنوات، بل أصبح فعلا قرية صغيرة، وأن مصير البشرية مصير مشترك. لا صحيح. يمكن أن تعيش أي دولة يعني آمنة عندما تكافح دولة أخرى وباء قاتلا. طيب، الحديث عن هذه الجزئية، تشينشي، كيف تقيمون مستوى تبادل المعلومات مع الصين ودول أخرى من أجل القضاء على فيروس كورونا، لأنها تعتبر جزئية جد مهمة في كيفية القضاء واحتواء هذا الفيروس؟ نعم، تعتمد الصين بتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول الأخرى. حتى الآن على تعرف أن الصين قد قدمت المساعدات الطبية ل 140 دولة، وأرسلت 14 فرقة طبية إلى 12 دولة، وهذا إضافة إلى مشاركة الشركات الصينية والمؤسسات الشعبية والأفراد الصينيين في مساعدة الدول الأخرى. وأيضا هناك اتصالات مرئية مستمرة مع مختلف الدول لتبادل خبرات العلاج والوقاية. وأيضا قامت الصين مركزا على الإنترنت لمعلومات حول كوفيد-19، وهو مفتوح للجميع. طبعا هناك أصوات غير ودية، لكن بالنسبة إلى الصين، الصين مستعدة للتعاون مع كل طرف يريد التعاون بجدية، وفي نفس الوقت هي مستعدة أيضا لمواجهة أي طرف يريد المواجهة. لكن إذا أراد العالم التخلص من الوباء، فالطريق الوحيد هو التعاون وليس المواجهة. طيب تينشي، كسؤال أخير، نتحدث عن الآثار التي أحدثها كوفيد-19، الآثار الاقتصادية. نجد بأن العديد من الدول حول العالم كان لها تأثير اقتصادي على العديد من الشركات العالمية جراء انتشار فيروس كورونا، حتى وإن اعتمدت هذه الدول سياسة الاحتواء وحتى سياسة القضاء، لكن التكلفة كانت جد باهظة. ما الواجب اتباعه مستقبلا، وما هي توقعاتكم للاقتصاد العالمي ما بعد جائحة كورونا؟ نعم، ولست متخصصة بالاقتصاد، فستكون آرائي في هذا السؤال شخصية. أعتقد أن طبعا هناك تأثيرات سلبية جدا على الاقتصاد، لكن الصين ترى أن الصحة والحياة أهم من التنمية الاقتصادية، لأن هدف التنمية الاقتصادية هو تحسين معيشة الشعب. فكيف يتحقق ذلك عندما يحدد الفيروس حياة المواطنين؟ وبالنسبة إلى انعاش الاقتصاد، في الحقيقة قبل الشهر أو أكثر، هناك بعض المناطق الصينية قد عادت استأنفت النشاطات الإنتاجية والاقتصادية فيها، مثل دلتا جوجيانغ ودلتا يانغزي،
والآن مع تحسن الوضع في البلاد كلها تعود النشاطات الاقتصادية والإنتاجية في معظم المناطق الصينية تدريجياً، فتتخذ الحكومة سلسلة من الإجراءات لمساعدة الشركات التي تواجه الصعوبات الاقتصادية مثل تمديد مدة سد القروض وأيضا خفض الضرائب وتشجيع المستهلكين على الاستهلاك. فنجد هذه الأيام على الإنترنت نشاطات لترويج المنتجات من مقاطعة هوباي، فيقبل الناس على شراء هذه المنتجات من أجل مساعدة مقاطعة هوباي على التعافي من الركود الاقتصادي بسبب الوباء. أما الاقتصاد العالمي، أعتقد أن عودة النشاطات الاقتصادية الصينية ستساعد بشكل كبير على إنعاش الاقتصاد العالمي، لأن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأيضا حلقة مهمة جدا في المسلسل الإنتاجي العالمي. وطبعا هناك نقطة مهمة جدا لإنعاش الاقتصاد العالمي وهي التضامن والتعاون. صحيح. فأريد أن أذكر بعض أساس الغربيين الذين لا يرون أهمية التعاون بل يفكرون فقط في مصلحتهم الخاصة أو في عدد الأصوات في الانتخابات. أريد أن أذكرهم أن الناخبين لن يؤيدوهم إلا إذا يستطيعون تحقيق الانتعاش الاقتصادي، والانتعاش الاقتصادي لن يتحقق إلا بالتعاون مع الدول الأخرى. أشكرك جزيل الشكر تشين تشي الصحفية، حدثنا على المباشر من بكين. شكرا لك على كل هذه التفاصيل التي قدمتها بخصوص ملفنا المبرمج للنقاش.